خبراء التقنية. يسرها أن تقدم لكم هذا الإنتاج. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي إلى سلسلة شروحات الآيتونز. وقد توقفنا عن تكملة هذه السلسلة منذ فترة ليست بالقصيرة، وسنستكمل اليوم بإذن الله هذه الدروس. ووصلنا إلى الدرس أو الشرح التاسع لهذه السلسلة، وسأشرح اليوم إن شاء الله طريقة تعديل حساب أو طريقة تعديل بيانات حساب الأبل آي دي عن طريق الآيتونز، وطريقة أيضا تحميل البرامج أو التطبيقات من البيرشيست أو قائمة المشتريات. نبدأ بالشرح. أنا الآن العربي سأقوم بفتح برنامج الآيتونز. مزيلا فارفا الآيتونز 6 من آيتونز مقدم. الآن بعد ما قمت بفتح البرنامج استعادة ماكسمايز اكس آيتونز، أضغط ALT ملف قائمة لأقوم بتسجيل الدخول. أتحرك سهم يسار مرتين. الحساب قائمة فرد. أقف على الحساب، أنزل بالسهم الأسفل. تسجيل الدخول. أضغط على تسجيل الدخول. آيتونز محاورة أبل آي دي. هنا أقوم بكتابة حساب الأبل آي دي. A L I L W I 2017 Alien Longway 2017 at M A I L gmail.com. الآن أضغط تاب. كلمة سر. وأكتب الباسورد. نجمة. 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 أضغط إنتر. محمي غير متاح. آيتونز مقدمة الموسيقى. الموسيقى. الآن بعد تسجيل الدخول أتحرك بالتاب. تظهر الأغاني والفيديو. تظهر الأغاني والفيديو. انتقال إلى آيتونز ستور. وأضغط على انتقال. مقدمة الموسيقى. تظهر الموسيقى. أضغط على انتقال. تظهر الانتقال إلى آيتونز ستور. السابق. أنتظر حتى يتم فتح المتجر. الآن بعد ما قمت بفتح المتجر أتحرك بالشيفت والتاب. بحث خالي. التالي. إيربلاي. مستوى الصوت 100. رابط رسم تعبيري. رابط رسم تعبيري. My store, United States. Choose. أيضا أتحرك بالشيفت والتاب. Terms and conditions. Privacy policy. All rights reserved. Change country. My wish list. Redeem. Account. أضغط على account. أنتظر حتى يتم فتح الصفحة الخاصة بتعديل البيانات. iTunes. خط مائي. الآن قمت بفتح الصفحة الخاصة بتعديل البيانات. أنزل بس أضغط Control Home وأنزل بالسهم الأسفل. Account information. Apple ID summary. Apple ID. Alien Longway 2017 gmail.com. رابط Edited Apple ID. Apple.com. نعم. أضغط على هذا العنصر. رابط Edited Apple ID. Apple.com. Edit. Unlocked. Edit. Edit at Apple ID. Apple.com. أضغط عليه Enter. مشغول. موزيلا فايرفوكس. موزيلا فايرفوكس. About blank. مشغول. About blank. خط مائل إلى الأمام. Manager Apple. الآن فتحت لي هذه الصفحة. رابط Apple. أضغط على E حرف الE. Manager Apple account Apple ID. هنا أكتب الحساب. Baghdad 9000.
Select all item. خال. أكتب الحساب هنا. A L I L I. خال. نملاك. تشغيل. 2017. 2007. M I L Gmail. نقط C O M. أضغط تاب. Com. Password. محمية خالة خاطئ مطلوب. خال. نجمة. 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 أضغط تاب أيضا. Remember me. محدد. هنا هذا العنصر إذا كنت أريد يعني أتذكر كلمة السر. Sign in. أضغط على Sign in. Answer your security questions to continue. الآن يطلب مني أجاوب على سؤالين من أسئلة الأمان. What was the first name of your first boss? مطلوب خال. هنا أكتب على الجواب لهذا السؤال. R E D Red. What is your dream job? مطلوب خال. أتحرك تاب أيضا أجاوب على هذا السؤال. L W I. الآن أتحرك تاب. Allow me. Reset. Get support. Go back. Continue. وأضغط على continue. مسافة. انتظر قليلا. Manager Apple ID. مشغول تطبيق. الآن فتحت لي هذه الصفحة. خال. أتحرك تاب. تطبيق قائمة. Global Navigation. حرك رابط Apple. أضغط Control Home. أنزل بالسهم الأسفل. رابط Mac. رابط iPad. رابط iPhone. رابط Watch. رابط TV. رابط ميوزك. رابط سبورت. سيرش ابل. نقط. رابط شوبينج باك. علي علاوي. Your Apple ID is alialawi2017@gmail.com. زر. Sign out. Account. Apple ID. Alialawi 2000. Birthday. 01/11/1980. Language. Choose country. صندوق خيارات مغلقة. English. US. English. US. Reachable AT. انزل ايضا. Alialawi 2017. Edit. هنا edit. ظهر لي هذا العنصر. Edit. اضغط عليه. للتعديل بعض البيانات. انتظر. تحرير. تحرير. نيم. زر. دون. تمام. هنا. نيم. ظهر لي مكان للتعديل الاسم. تحريري مطلوب علي. هنا استطيع من خلال هذا المربع تعديل الاسم الاول. تحرير. وهنا. تحريري مطلوب اللهوي. تعديل الاسم الثاني. Birthday. التحرير بالإقامة لتلقائي 01/11/1980. تعديل تاريخ الميلاد. يعني أكتب مثلا اليوم بعدين سلاش أو قاطعة. أكتب الشهر سلاش أو أكتب السنة. أنزل أيضا. خال. Your correct birth date is required to enable some Apple services. Reachable AT. Alialawi 2000. زر. More info. زر. Add more ellipsis. زر. More info. زر. Adding contact information help. Center and more. Primary address. Street address. التحرير مطلوب بإقامة لتلقائي USA. هنا للتعديل أيضا بعض البيانات الخاصة بالحساب. خال. يعني اسم الشارع. Address line 2. تحرير بإقامة لتلقائي USA. هنا أيضا. خال. تعديل العنوان الثاني. City. تحرير مطلوب بإقامة لتلقائي Springfield Garden. هنا أيضا للتعديل المدينة. خال. State or province. صندوق خيارات مغلقة مطلوب. هنا لتعديل. خال. صندوق. State or province. تعديل صندوق خيارات مغلقة مطلوب. للحساب. بس للأسف هنا في هذا المكان لا يدعم قارئ الشاشة. بس يوجد يعني مكان آخر لتعديل الولاية في صفحة أخرى غير هذه الصفحة. إن شاء الله سأريكم المكان. خال. بعد ما أنتهي من هذا. Postal code. من تصفح هذا المكان. تحريري مطلوب بإقامة لتلقائي 90,074. هنا للتعديل أيضا الكود. خال. Country. صندوق خيارات مغلقة. United States. خال. لتعديل الدولة. This is the address you provided when you. خال. وأيضا أستطيع تعديل الإيميل. State or province. خال. تحريري. Street address. Primary. Center and more. Adding content. Add more ellipsis. Zero. More info. Alialawi 2000. Reachable AT. Your correct birth. خال. تحرير بإقامة. Birthday. تحرير. 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 Name. زر. Use your app. زر. Change email address. Ellipsis. هذا هو العنصر. يأتي قبل
تعديل على البيانات كالاسم هنا تشينج زر تشينج ايميل ادريس اليبسس تشينج ايميل. هنا ايضا يتيح لي تعديل حتى على الايميل ايضا. بعد ما انتهي من تعديل هذه البيانات زر تطبيق اضغط على دن مور انفو اد مور تشينج تشينج كويست جلوبال نافيجيشن. الان اضغط على باك سبيس اعود الى الصفحه مانجر ابل تطبيق قائمة Global Navig رابط رابط العناصر رابط التالية Your Apple زر sign account Apple ID Alia Lawi to birthday 01 language choose صندوق reachable AT Alia Lawi to زر edit security password. هنا التعديل على الباسورد زر change password ellipsis أضغط على change password. نعم الآن ضغط على change password password زر change password ellipsis انزل بالسهم ايضا تحرير محمي مطلوب هنا زر change password ellipsis current password محمي مطلوب خالد باسورد اللي هو خالد باسورد الحالي ساقوم بتغيير على الباسورد العرب الان خالد اكتب الباسورد الحالي نجمة نجمة نجم نجمة نجم نجمة 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 الان اتحرك تاب New password. محمي خالد. New password. يعني أحط الباسورد الجديد. نجمة. 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 أيضا أتحرك تاب. Confirm password. محمي Confirm خالد. Confirm password. أعيد كتابة الباسورد الجديد. نجمة. 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 الآن أتحرك تاب. Change password ellipsis. تطبيق. واضغط على change password. غير متاح. انتظر قليلا. Security questions. Zero change password ellipsis. Zero change question. Edit. الآن قمت ب. Zero change questions ellipsis. تغيير الباسورد. Security questions. بنجاح. Zero change password ellipsis. Password. Zero change password ellipsis. الآن أنزل بالسهم أيضا. Security questions. Zero change questions ellipsis. هنا لتغيير أسئلة الأمان. أضغط عليه. Change question. صندوق خيارات مغلقة. Security question one. Zero change questions ellipsis. أضغط تاب. Security question one. مغلقة. أنزل بالسهم. What is the first name of your best friend in high school? هنا أختار مثلاً السؤال هذا. أضغط تاب. Answer. مطلوب بإكمال تلقائي خالد. مثلاً أكتب أي شيء. R E D. أضغط تاب. Red. Security question two. مغلقة. أختار السؤال الثاني. What is your dream job? مثلاً أختار هذا السؤال. أضغط تاب. Answer. مطلوب بإكمال تلقائي خالد. أيضا أكتب أي جواب. B L U E. أضغط تاب أيضا. Blue. Security question three. مغلقة. أنزل بالسهم الأسفل يختار السؤال الثالث. In what city did your parents meet? What was the first name of your first bus? مثلا أختار أي سؤال من هذه الأسئلة. In what city did your parents meet? Answer. مطلوب بإكمال تلقائي خالد. أكتب أي شيء. G R E E N. الآن أضغط تاب. Green. Continue. تطبيق. واضغط على Continue. غير متاح. الآن انتظر قليلا. Security question. Zero change questions ellipsis. الآن تم تغيير أسئلة الأمان أيضا بنجاح. Zero edit. خالٍ. Rescue email. الآن. Zero change. أضغط على Backspace. أريكم الصفحة. الأخرى التي يستطيع من خلالها التعديل أيضا على الاسم و البيانات أيضا تطبيق Global رابط Mac رابط Apple رابط iPad رابط iPhone Manager Apple ID Manager Apple ID رابط Watch رابط Apple سأخرج من هذه الصفحة Manager Apple ID رابط Mac Manager Apple ID موزيلا Manager Apple ID موزيلا Firefox Manager Apple ID Count iTunes Manager Apple ID Global Navigation رابط Mac رابط iPad iTunes مستند رابط Edited Apple ID تمام أنا ضغطت الآن على Control W حتى خرجت من هذه الصفحة الآن
Secure connection. على الصفحة الأولى. Account information. انزل بالسهم. Apple ID summary. Apple ID. Alias long way to. رابط edited Apple ID. apple.com. انتهينا من هذا العنصر. وهو Apple. خمسة. عدلنا على بعض البيانات. انزل بالسهم ايضا. Payment type. No credit card on file. رابط edit. هنا edit. اضغط على هذه edit. راح تظهر لي صفحة لتعديل ايضا على بعض البيانات. iTunes. Secure connection. Edit payment information. هنا اتحرك الان بالتاب. فيزا غير محدد. هنا استطيع اختيار الكارد. مثلا الفيزا ماستر كارد غير محدد. امكس غير محدد. ايضا ديسكفر غير. باي بال غير. نون غير محدد. ايضا نون. اذا بامكاني ايضا التعديل على هذه العناصر واختيار احد هذه العناصر. هو حاليا افتراضيا يعني هو محدد على نون. باي نون غير محدد. لكن قارئ الشاشه لا يدعم هذه الصفحه بشكل جيد. الآن أتحرك تاب. هنا لكتابة الكود الخاص ببطاقة الآيتونز. Billing address. رابط to redeem a code. iTunes gift. زر اختيار غير محدد. No. iTunes gift. رابط to redeem a code. Click here. Billing address. صندوق خيارات مغلقة. Title. هنا أيضا ل. Billing. صندوق خيارات مغلقة. Title. أستطيع من هذا العنصر اختيار نوع الجنس سواء ذكر أو أنثى. يعني مثلا اضغط عليه انزل بالسهم. قائمة مستر محدد مسز محدد مستر او مسز مستر محدد. الان انزل بالسهم. تحرير علي. هنا ايضا استطيع اعدل على الاسم. تحرير الله. ايضا الاسم الثاني. تحرير USA. هنا ايضا استطيع اعدل على العنوان الاول. تحرير USA. والعنوان الثاني ايضا استطيع ادخل عليه واحذف USA. اليو اس اي واكتب اي شيء يعني اسم اي اسم عنوان. انزل ايضا تحرير سبرينغفيلد جاردن. هنا ايضا للتعديل على اسم المدينه انزل ايضا صندوق خيارات مغلقه كاليفورنيا كاليفورنيا. هنا كما تلاحظون استطيع التعديل على الولايه فاستطيع اتنقل عن طريق السهم الاسفل والاعلى. قائمه اركنسا اركنسا كاليفورنيا سي او كونيتيكت دلاور دلاور دي سي ديستريكت فلوريدا فلوريدا جورجيا جورجيا هاواي هاواي اي دي اي دي سي كاليفورنيا اركنسا اريزونا الاباما ستيت على هذه كاليفورنيا كاليفورنيا. اختار اسم ولايه. تحرير 90004. ايضا للزيب كود استطيع ان 90074. استطيع احذف هذا هذه الأرقام وأكتب الكود الخاص بالولاية التي أختارها. أيضا أنزل بالسهم. United States. تحرير 123. أنا أيضا أستطيع أحذف هذه الأرقام وهي عبارة عن ثلاث أرقام وأكتب مثلا بدل 1 و2 و3 أكتب مثلا 0 0 0 1 يعني 0 و1 أو +1. تحرير 1,234,000. هذا الخاص برقم الهاتف. A title is required. أكتب أي 7 أرقام. تحرير. A title is required. Apple uses in. Zero cancel. يعني بعد ما. Zero done. بعد ما أنتهي من تعديل البيانات أضغط على done. Zero cancel. راح أضغط cancel. iTunes. محاولة. Your request is temporarily unable to be processed. iTunes. مستند. Zero cancel. نعم. iTunes. Okay, all. Zed. iTunes. مستند. Zero done. الآن. Secure connection. iTunes. iTunes. مستند. Secure. Edit payment information. Payment type. زر اختيار غير. أضغط backspace. أرجع. أطلع من هذه الصفحة أيضا. iTunes. iTunes. رابط. انتهينا من تعديل البيانات أو طريقة تعديل البيانات. أنتقل الآن إلى القسم الثاني من الشرح وهو طريقة تحميل التطبيقات من البيرشيزد أو قائمة المشتريات. iTunes. نعم. iTunes. رابط رسم تعبيري. Undefined. رابط رسم تعبيري. My store. United. الآن أنا ضغط Control End أو مفتاح النهاية. Control مفتاح النهاية. الآن أتحرك بالشيفت والتاب.
حتى أصل إلى البيرشز. Terms Prime Power Change My Web Redeem Account System In App iTunes Support iTunes Purchase Browse Purchased. هذا هو البيرشز. أضغط عليه. iTunes محاورة كلمة سر. هنا أيضا يطلب مني إدخال كلمة السر. العرب لأني قمت بتغيير كلمة السر فهو يطالبني بإدخال كلمة السر من جديد. نجمة نملاك تشغيل نجمة أضغط انتر. محمي غير متاح. لائحة خط مائل إلى الأمام. الآن أنتظر قليلا. أتحرك الآن. تمام الآن أتحرك ب خال رابط purchased صحيفة محددة السهم الأسفل رابط purchased صحيفة all. أحدد على all في البداية. رابط صحيفة محددة all. أضغط عليه بالمسافة all. أنزل بالسهم صحيفة not in my library. أنزل صحيفة محددة music. هو افتراضيا محدد على music. أنا أريد تطبيقات اللي هي apps صحيفة movies. أنزل أيضا صحيفة TV shows. أنزل صحيفة apps. هذه أبس أحدد عليها بالمسافة. لاحظوا الآن صحيفة محدد أبس محدد أبس. أنزل بالسهم الأسفل صحيفة بوكس صحيفة أوديو تحرير صحيفة محدد آيفون آيفون صحيفة آيباد. هذا اللي يستخدم الآيباد يحدد على الآيباد. أنزل بالسهم صندوق خيارات مغلقة most recent زر hide purchase. هنا صندوق خيارات مغلقة most recent زر hide purchase hide purchase هايد بيرس. هنا لإخفاء التطبيق في البداية ظهر لي عنصر الإخفاء ثم أنزل زر داونلود. هنا داونلود. ما هو التطبيق؟ أنزل بالسهم الأسفل رسم تعبيري لوك فور فيسبوك سيف ويب فور فيسبوك. هذا هو اسم التطبيق. نملاك تعطيل لوك فور. هذا هو اسم التطبيق فيسبوك خاص بالفيسبوك. إذا أردت تحميل هذا التطبيق أضغط على زر داونلود. داونلود. وإذا أردت إخفاءه أضغط على زر هايد بيرشز. هايد بيرشز. إذا ضغطت على هايد بيرشز كما تلاحظون. iTunes محاولة. Are you sure you want to hide this purchase? You can unhide purchases from your account information page. Hide all. زائد H. أضغط على هايد. iTunes. الآن أنا أخفيت التطبيق. زر داونلود. وهنا زر هايد بيرشز. إذا يظهر لي تطبيق آخر. زر رسم تعبيري. كورة. كورة. تطبيق كورة. الآن. لتحميل هذا التطبيق أضغط على زر داونلود. داونلود يعني أتحرك السهم أعلى فأضغط على داونلود. الآن هو حاليا يقوم زر داونلود بتحميل التطبيق رسم تعبيري. وإذا أردت تحميل كل التطبيقات الموجودة على البيرشز أو قائمة المشتريات أضغط كنترول اند او مفتاح النهايه زر داونلودينج. وحاليا هو داونلود يعني تطبيق حاليا جاري التحميل كما تسمعون او كما سمعتم هذا الصوت صوت النغمه الثلاثيه زر داونلود. هذا دليل على انه قد تم تحميل التطبيق. وهنا اضغط كنترول اند او مفتاح النهايه زر داونلود داونلود اول. اضغط عليه. الآن هو حاليا يقوم بتحميل جميع التطبيقات على البيرشز زر داونلودينج. داونلودون يعني حاليا هو جاري تحميل التطبيقات. الآن سأذهب إلى مسار التطبيقات فولدر فيو يعني مسار التطبيقات المحملة العرب الإنجليزية أي أوديو لونجوي 16. أضغط على أدمنستريتور أو اسم يعني اليوزر الخاص بك administrator نافي العب. اروح للميوزك او الموسيقى ميم المفضل الموسيقى 18 الموسيقى محدد انا iTunes رق iTunes 1 منو. اضغط عليه طريق عرض iTunes ميديا بعدين iTunes ميديا 2 منسب iTunes ميديا طريق عرض الاعلان الان داونلود 1 من داونلود. ادخل على داونلود طريق عرض العناصر قائمه بث مباشر يولا شوت هنا في هذا الداونلود البرامج التي هي حاليا قيد التحميل نبدأ اخبار العالمي في مكان واحد نقطة TMP2 برامج قيد التحميل list نقطة list 3 من ثلاث النوع هنا البرامج التي لم ينتهي تحميلها بعد طريق عرض وهنا mobile applications 2 mobile application طريق البرامج التي تم تحميلها اسم على العمولات 1.1 نقطة البرامج التي انتهى تحميلها Kura 3.0.9 نقطة اسم على
طريقة عرض العناصر القائمة موبايل أبليكيشنز إضافة هذا هي طريقة تحميل إضافة تلقائية إلى البرامج من البيرسل. وإذا أردت إلغاء التحميل iTunes. أرجع إلى iTunes. iTunes وأضغط Alt F4 هو iTunes Media لا في ذا طريقة يعني للأسف يعني قام بتحميل البرامج قبل يعطيني فرصة أني أنهي التحميل. فالمهم الطريقة هي يعني قبل لا ينتهي التحميل أقف iTunes على أقف على iTunes Media الإنجليزي iTunes Media لا في ذا طريقة iTunes Media iTunes Media لا في ذا طريقة iTunes Media iTunes Media. وأنا أغلقت الآيتونز. هو بعد ما إذا أردت إلغاء التحميل تحميل البرامج فقط اضغط Alt F4 راح تظهر لك نافذة هل تريد الإلغاء يعني نافذة باللغة الإنجليزية أو العربية على حسب لغة الآيتونز. فاضغط على نعم ظهر رسالة هل تريد الإلغاء اضغط على نعم حتى يتم إلغاء التحميل. هذا كل ما بشرح اليوم وإن شاء الله يكون الشرح مفيد وتقبلوا تحياتي.